بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم، فقال البعض: سمع ما قال فكره ما قال، وقال البعض: بل لم يسمع. حتى إذا ما انتهى من حديث قال: أي أراه السائل عن الساعة. فقال الأعرابي: وها أنا يا رسول الله. قال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. هذا الحديث يروي أبو هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثهم، فجاء هذا الأعرابي وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وقال: متى الساعة؟ يعني متى تقوم القيامة؟ وسميت الساعة لسرعة قيامها وللتأكيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجب الرجل ومضى يحدث القوم. فقال بعض الجالسين: سمع ما قال فكره ما قال. يعني الرسول سمع السؤال ولكن كره أن يسأل العالم وأن يطلب منه أثناء حديثه السؤال أو الكلام، فكره أن يتوقف عن حديثه ويخبر الرجل. قالوا: سمع ما قال فكره ما قال، حتى لا يتوقف عن حديثه. وقال البعض الآخر من الجالسين: بل لم يسمع، يعني ربما يكون لم يسمع سؤال الرجل. فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من حديثه معهم سألهم وقال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أراه بضم الهمزة معناها أظن من منكم الذي سألني عن الساعة؟ فقال الأعرابي: ها أنا يا رسول الله. فأجابه وقال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضاعت الأمانة فلم يؤتمن أحد، هذا من علامات الساعة. يخون الأمين ويؤتمن الخائن، تضيع الأمانة
وتفشو الخيانة وينتشر الجهل والظلم، هذا من علامات الساعة. فلما قال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، رتب الرجل على هذا سؤالا آخر وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: وكيف إضاعتها؟ يعني كيف تضيع الأمانة؟ فأجابه قائلا: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر يعني إذا أسند الأمر، والمراد بالأمر هنا ما يتعلق بالدين كأمر الخلافة وأمر الإفتاء وأمر الدين. فبين له عليه الصلاة والسلام أن الأمانة إضاعتها أن يوسد الأمر إلى غير أهله، وأن يقوم غير أهله بما ينبغي أن يقوموا به، وقد أمر الله بالأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذا الحديث في الواقع أورده الإمام البخاري في كتاب العلم. ما الحكمة من إيراده في كتاب العلم؟ يريد أن يبين آداب العالم والمتعلم. فمن آداب المتعلم ألا يقطع على العالم حديثه، كما أراد صاحب السؤال يقطع على الرسول حديثه. ومن آداب العالم أيضا ألا يصد السائل، فالرسول كان رفيقا بالرجل وانتظر حتى انتهى من حديثه، ثم قال: أين الذي يسأل؟ وأجابه، وهذا من رحمته ورأفته، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فيستنبط من هذا الحديث آداب العالم والمتعلم، أن على العالم أن يكون رفيقاً بتلاميذه ورواده والمتعلمين منه، وألا يصدهم أو يردهم حتى وإن أخطأوا، وأن على طالب العلم ألا يقطع الحديث على العالم. كما يستنبط من الحديث أن الأمانة من أهم معالم الدين، وأنها إذا ضيعت وانتشرت الخيانة كان هذا إذانا بانتهاء العالم وقيام الساعة، وأن أمور الخلافة والدين يجب أن توسد وتسند إلى من يقوم بها من الأكفاء. أما إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، انتهت الدنيا وما عليه. هذا حديث أورده الإمام البخاري في كتاب العلم. ثم أورد الحديث الثاني، وهو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أدركنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كنا يعني كانوا قد سبقوا الرسول في المشي من مكة إلى المدينة، فهم وصلوا قبله وهو أدركهم ومشى حتى أدركهم وهم يتوضؤون، وأقول وقد أرهقتنا الصلاة. معنى أرهقتنا هنا يعني كادت ينتهي وقتها، فصلاة العصر خفنا على أن تضيع، فكنا نتوضأ بسرعة، كانوا يتوضؤون بسرعة بدرجة أن بعضهم كان يمسح بالماء على رجله وعلى عقبه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون ولا يغسلون قال لهم ويل للأعقاب من النار يوم القيامة، ويل للأعقاب من النار يوم القيامة، قالها مرتين أو ثلاثة، لأن الوضوء بالنسبة للأيدي والأرجل يجب أن تغسل بالماء لا أن يمسح عليها، لكنهم كما يقول الحديث أرهقتهم الصلاة، خافوا أن يضيع الوقت فأرادوا أن يبادروا وأن يسارعوا بالوضوء، فكانوا يمسحون أرجلهم ويكتفون بمسح الكعبين، فلما رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك قال لهم ويل للأعقاب من النار يوم القيامة، أي يعذب الإنسان لأنه لم يتوضأ وضوءا صحيحا ولم يغسل عقبه بل اكتفى بالمسح، قال ويل للأعقاب من النار يوم القيامة، قالها مرتين أو ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات. وفي رواية أخرى للحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار يوم القيامة أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء يعني اجعلوه يسبغ ويمر وتغسل غسلا حقيقيا كاملا وليس مجرد المسح فقط، اغسلوا أرجلكم أسبغوا الوضوء. وهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو يبين لنا أهمية الوضوء وأهمية إسباغ الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات يوم القيامة، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكسرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره معناه كهؤلاء الذين كانوا في عجلة وسرعة يريدون أن يدركوا الوقت قبل أن يضيع منهم، فحاولوا ألا يسبغوا الوضوء، أو في الشتاء ويتقي شدة برودة الماء
فيغسل بشيء بسيط، أو في الصيف ويخاف حرارة الماء فيغسل، فيبين أن إسباغ الوضوء على المكاره ولو كان فيه ما فيه من برودة أو سخونة أو وقت، فإسباغ الوضوء على المكاره من الأمور التي يرفع الله بها العبد درجات يوم القيامة. ولذلك لما رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك قال: ويل للأعقاب من النار يوم القيامة. كلمة ويل معناها هلاك، كلمة ويل معناها هلاك وعذاب، أي أنه عصى لأنه لم يكمل الوضوء. ويل للأعقاب من النار يوم القيامة لأنه لم يسبغ الوضوء. فهذا الحديث يرشد إلى أن العالم أو من يعلم الحكم الشرعي ويرى غيره يخطئ ولا يؤدي ما وجب عليه، على الذي علم ذلك أن ينبه كما نبه الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم، وأن يرشده وألا يتركه في خطئه. يقول له: الصحيح أن تسبغ الوضوء وأن تغسل الرجل، ولا يكفي المسح على الأعقاب. كما يستنبط من هذا الحديث فضل الوضوء وأهمية الوضوء، لأنه لا صلاة بغير وضوء، ولأن الوضوء إلى جانب أنه طهارة ونظافة يغسل العبد من الذنوب. بغسل الوجه تخرج الخطايا التي ارتكبتها العين بالنظر أو اللسان بالكلام أو الأذن بالسماع. غسل الأيدي أو الأرجل بما فعلته من معاصي، ففيه تطهير للأعضاء من المعاصي والذنوب. بل إن إسباغ الوضوء يكون يوم القيامة علامة على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم القيامة يتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم أمته على الحوض، الحوض المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. كيف يعرف أمته على الحوض ويتلقاها؟ علامة لهذه العلامة. ونحن نتوضأ فنغسل الوجه نزيد الغرة، يعني أعلى جبهة الوجه، وإذا غسلنا الرجلين غسلناها إلى الكعبين وصعدنا إلى الساق لنتأكد بأننا أسبغنا الوضوء. إسباغ الوضوء في الوجه وفي الساقين وفي القدمين وفي الكعبين يشع من جباه وسيقان أمة محمد يوم القيامة نورا، فيعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بنور في جباههم وفي أسفل ساقه. يقول عليه الصلاة والسلام: ترد علي أمة الحوض يوم القيامة وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيمة، يعني لكم علامة ليست لأحد غيركم.
تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا يعني نور في أعلى جباه الوجه وهي الغرة، والتحجيل مكان الساق. تريدون ونور يشع من غرتكم في أعلى الجباه وفي أسفل الساق، لكم سيما ليست لأحد غيركم. تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. ولا يصدن عني طائفة فلا يصلون. فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول هل تدري ما أحدثوا بعدك؟ الذين غيروا وبدلوا لا ينالون ما ناله الذين أسبغوا الوضوء. فهذا الحديث يبين لنا أولا فضل الوضوء، ثانيا فضل إسباغ الوضوء، ثالثا أهمية إسباغ الوضوء، رابعا أن على العالم أن يرشد الجاهل بما ينبغي عليه من حكم شرعي. كما أورد الإمام البخاري في هذا الصدد في باب العلم أيضا هذا الحديث، أورد حديثا آخر كان سبب هذا الحديث، إن الجمار اللي بيبقى في قلب النخلة، في قلب النخلة يؤكل، اسمه جمار، له طعم طيب كان يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم، فرآه أحد الصحابة، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشجر شجرة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن، مثل المسلم، فحدثوني باهية. فوقع الناس في شجر البوادي. يقول عبد الله بن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. فقالوا حدثنا ما هي هذه الشجرة يا رسول الله؟ قال هي النخلة. أحياناً يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عن طريق السؤال والجواب، يسألهم ليثير انتباههم وليؤكد الأمر عندهم، ويقول له إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم. الخوص الذي في النخلة لا يقع، باقي الشجر تراه تتساقط أوراقه، لكن النخلة لا يتساقط الخوص منها. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، يعني تشبه المسلم، كما أنه ينتفع به في قوله وفعله وعمله وأخلاقه وسلوكه، فكذلك هذه الشجرة. قال لهم حدثوني ما هي. فالناس اختلفوا في شجر البوادي، شجر البادية، اللي يقول هي الشجرة الفلانية واللي يقول هو. عبد الله بن سيدنا عمر بن الخطاب كان يعرفها. قال عبد الله وعرفت أنها النخلة فاستحييت. استحيا أن يقول هي النخلة. لماذا يا عبد الله استحييت أن تقول هي النخلة؟ حياء من كبار الصحابة الذين هم أكبر منه وفي مقام أبيه، فيهم أبو بكر وفيهم عمر وغيرهما،
فاستحيا أن لا يجيبهم وأن لا يعرفهم هذه الشجرة وأن يعرفها هو، فلم يقل شيئا، لدرجة أنه لما انتهى من الحديث قال لأبي سيدنا عمر: أنا كنت أعلم أنها النخلة ولكني استحييت. فقال أبو سيدنا عمر: لو قلتها كانت أحب عندي من حمر النعم. يعني كان يكون سعيدا بمعرفة ابنه لهذه النخلة. فلما قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة، ينتفع بكل شيء فيها، بما تثمره من بلح وتمر، بما تؤتيه من أخشاب ومن ليف يستخدم في الحبال. لا شيء في النخلة يرمى، كل شيء ينتفع به، فهي بهذا تشبه المسلم. المسلم كل شيء ينتفع منه، قوله يكون بالنصيحة وبالخير وبالصدق، فعله يكون بالصلاة والزكاة والعبادة، معاملته تكون معاملة حسنة مع الناس، إلى آخر الأمور. فشبه النخلة بالمسلم ولم يشبه المسلم بالنخلة، لأن المشبه به يكون وجه التشبيه فيه أكثر، ووجه التشبيه في المسلم كثير. فالمسلم كثير النفع لإخوانه، كثير العطف على إخوانه، كثير العبادة، الصدق في القول، الإخلاص في العمل. فقال: هي النخلة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. عافنا بمعافاتك، واشفنا بشفائك، ويسر أمورنا جميعا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.